هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة ذروة الموجة الحارة. الطقس هيكون شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء وحار على السواحل الشمالية الغربية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتور محمود الخياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور محمود. صباح الخير على حضرتك استاذه هاله وعلى كل الساده المتابعين، اهلا بحضراتكم. يعني يا دكتور محمود، النهارده حسب هيئه الارصاد الجويه ما نوهت، النهارده ذروه الموجه الحاره. الموجه دي هتستمر لغايه امتى، وهل هتبدا في الانكسار مع اول ايام العيد؟ بالفعل احنا طبعا بنشهد موجه شديده الحراره بدات بارتفاع تدريجي من يوم الثلاث. ارتفاع تدريجي يعني كل يوم هتكون درجات الحراره اعلى من اليوم اللي قبله، وده اللي لاحظناه بالفعل من يوم الثلاث. بالأمس تحديدا بدأت القاهرة تسجل درجة حرارة عظمى في حدود 38 ل39 درجة مئوية، وصلت بالأمس أيضا على جنوب الصعيد إلى 44 درجة مئوية. اليوم تحديدا بنقول هو بداية ذروة الموجة. كنا نوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طريق بياناتها الرسمية إن ذروة هذه الموجة في خلال الـ 72 ساعة من الخميس وحتى يوم السبت هنسجل أعلى درجات حرارة، وبرضه من الخميس للسبت هيكون ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة. بداية الذروة هتكون اليوم، العظمى اليوم متوقعة على القاهرة في حدود الـ 40 درجة مئوية خلال ساعات النهار. غدا الجمعة المفترض إنها تكون أعلى من النهاردة بمعدل درجة لدرجتين علشان نصل إلى أعلى درجة حرارة خلال هذه الموجة على مدار الجمعة والسبت اللي هتكون فيها العظمى على القاهرة 43 درجة مئوية. طبعا كل ما اتجهنا شمالا في اتجاه محافظات الساحل الشمالي بتقل درجات الحرارة بشكل تدريجي علشان تكون العظمى المتوقعة خلال الذروة على محافظات الساحل الشمالي المطلة على البحر المتوسط في حدود 36 درجة مئوية، وده يعتبر بالفعل ارتفاع كبير بالنسبة للسواحل الشمالية. يمكن خلال الموجات اللي فاتت كانت السواحل الشمالية بعيدة عن الارتفاعات شوية، كانت الارتفاعات على المناطق الداخلية في درجات الحرارة. لكن السواحل الشمالية خلال الموجة دي معانا بالفعل في ارتفاعات درجات الحرارة لأنها توصل عليها العظمى ل 36 درجة، طبعا مع نسب رطوبة مرتفعة على السواحل الشمالية عن باقي مناطق الجمهورية، وده هيخلي ال 36 اللي هيتم تسجيلها على السواحل الشمالية إحساسها هيبقى أعلى. يعني إحساسها هيبقى مثلا 38 أو حاجة يعني. ممكن بالظبط، نسب رطوبة عالية مختلفة عن باقي مناطق الجمهورية. على العكس تماما كل ما اتجهنا من القاهرة في اتجاه محافظات الصعيد والمحافظات الجنوبية بترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي علشان محافظات شمال الصعيد تسجل أيضا قيم عالية جدا في حدود 45 ربما 46 درجة مئوية لحد ما نوصل لمحافظات جنوب الصعيد اللي هتصل عليها العظمى ما بين 46 ل48 درجة مئوية. الحقيقة قيم مرتفعة جدا، درجات حرارة عالية بشكل كبير. ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار ده بالتأكيد بيأثر على درجات الحرارة اللي بيتم تسجيلها خلال ساعات الليل، وبالتالي خلال ساعات الليل خلال الذروة دي متوقع ان اقل درجة حرارة وهي الصغرى اللي هيتم تسجيلها على محافظات القاهرة هتكون ما بين 28 ل29 درجة مئوية، دي بالفعل درجات حرارة عالية جدا خلال ساعات الليل طبعا. وكمان محافظات الصعيد الصغرى عليها هتكون في حدود 32 درجة مئوية. طبعا كلنا عارفين ان الصغرى هي اقل درجة حرارة بيتم تسجيلها على مدار اليوم، تقريبا بتكون وقت الفجر، ودي طبعا قيم مرتفعة جدا، وبالتالي الطقس خلال الذروة هو طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار على كافة مناطق الجمهورية بما فيها السواحل الشمالية، وخلال ساعات الليل الطقس بيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ما عدا السواحل الشمالية اللي ممكن خلال ساعات الليل تكون عليها الصغرى في حدود الـ 24 درجة مئوية. السبب في الموجة دي كما هو معتاد هي كتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية درجات حرارتها مرتفعة بالأساس بشكل كبير جدا مع استمرارية مرورها داخل الأراضي المصرية وبتعدي على أرض مش على مياه أو على مسطح مائي بتزداد شدتها وتزداد شدة الحرارة معها. طبعا كل ده مع وجود المرتفع الجوي اللي بيكون موجود في طبقات الجو العليا اللي بيساعد هو كمان بشكل كبير على ارتفاع درجات الحرارة وبيمنع تماما تشكل السحب، وبالتالي أجواء مشمسة تماما خلال ساعات النهار.
لكن زي ما أشرنا هي الذروة من الخميس إلى السبت خلال ال 72 ساعة دول، بداية من يوم الأحد اللي هو بيتوافق مع أول يوم أول أيام العيد إن شاء الله. كل سنة وحضرتك طيب. كل عام وحضراتكم طيبين وبخير يا رب والسادة المشاهدين. اليوم الحد هتكون في بداية انكسار، مش هنسميها انكسار، هو انخفاض طفيف جدا تدريجي، نقدر نقول انكسار تدريجي في درجات الحرارة، صح كده؟ بالضبط، لكن هيظل الطقس شديد الحرارة، يعني العظمى على القاهرة لما تسجل 43 درجة مئوية دي بالفعل قيمة عالية جدا، لما هتوصل يوم الأحد لحدود 39 هتظل أجواء شديدة الحرارة بشكل كبير جدا، يمكن ما هنحسش بالشكل الكبير بهذا الانخفاض، لأن 39 درجة بالنسبة للقاهرة بالفعل هي درجة عالية ومرتفعة جدا. محافظات جنوب الصعيد هتظل تحافظ على 47 ربما 48 درجة مئوية، ده أول أيام عيد الأضحى. بعد كده من يوم الاثنين ممكن درجات الحرارة تنخفض مرة أخرى بمعدل درجة لدرجتين، يعني طوال أيام العيد الخرائط بتشير إن العظمى على القاهرة هتظل تتراوح ما بين 37 ل 39 درجة مئوية، في المقابل هترتفع معها نسب الرطوبة قليلا عن أيام الذروة، وبالتالي حتى لو سجلت درجات الحرارة خلال أيام عيد الأضحى المبارك ما بين 37 ل 38 درجة هنظل نشعر بها كأنها 39 درجة، يعني الخرائط بتشير حتى الآن إن طقس العيد يظل شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، لكن يمكن الجزء الكويس في هذا الموضوع أو المبشر إن بداية من يوم الأحد اللي هو أول أيام عيد الأضحى المبارك السواحل الشمالية هتبدأ تحس شوية بالانخفاض، هتبدأ تختلف نسبيا عن باقي مناطق الجمهورية، وبالتالي العظمى على السواحل الشمالية من أول أيام عيد الأضحى المبارك هتكون في حدود 30 درجة مئوية، ده بالفعل هيتكون درجات حرارة تعتبر منخفضة مقارنة بباقي مناطق الجمهورية، علشان تختلف الكتل الهوائيه اللي بتاثر على السواحل الشماليه عن باقي مناطق الجمهوريه. هيكون معانا كمان حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط معتدله بشكل كبير جدا، وارتفاعات الامواج لا تتجاوز ال 2 متر، وبالتالي خلال عطله او اجازه عيد الاضحى المبارك هتكون الاجواء على السواحل الشماليه المطله على البحر المتوسط معتدله تماما، بتسمح بالخروج والتنزه سواء خلال ساعات الليل أو خلال ساعات النهار، وتسمح أيضا للمصطفين بنزول البحر، لكن زي ما أشرنا هتكون في انخفاض طفيف في درجات الحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، في حين محافظات الصعيد هتظل عليها درجات الحرارة مرتفعة بشكل كبير. يعني بنشكر حضرتك طبعا دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة وفي المحافظات. في القاهرة العظمى هتكون 40 والصغرى 27، وفي العاصمة الإدارية 40-26، الإسكندرية 35-24، والعلمين الجديدة 32-23، مطروح 33-22، ودمياط 36-24، بورسعيد 35-25، الإسماعيلية 42-26، السويس العظمى 41 والصغرى 26، وفي العريش 34-23، أما في كاترين العظمى 36 والصغرى 17، وفي طابة 38-27، حلايب 36-28، وشلاتين 40-28، شرم الشيخ 42-30، والغردقة أيضا 42-30، أما في الفيوم العظمى 40 والصغرى 26، وأيضا بني السويف 40-26، في الوادي الجديد 43-26، وأسيوط 42-25، سوهاج 43-28، وإنا 44-29، الأقصر 44-29 أيضا، وأسوان 45-30. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة مع نشرة جوية مفصلة، يا ريت طبعا ناخد بالنا لأن زي ما أشرنا النهاردة ذروة الارتفاعات في الموجة الحارة.